مرحبا بكم مشاهدينا في موعدكم الأسبوعي مع حديث الشباب. برزت في الفن التشكيلي العراقي أسماء شابة عديدة حاولنا من خلال لوحاتهن التميز والنجاح. نمت مواهبهن وهي محاطة بأسوار وعوائق كثيرة، لكنهن صبرن على الظروف ورسمن أحلامهن وآلامهن. تشكيليات شابات في حديث الشباب لهذا الأسبوع، رافقونا. تسعى عدد من التشكيليات الشابات إلى إبراز مواهبهن في عالم التشكيل وتثبيت أقدامهن وخطواتهن الأولى، جادات في خوض غمار المرحلة المبكرة من عمرهن في هذا الفن، ومستعدات لكسر القيود المختلفة التي تكبل إبداعهن. ثمة عقبات كبيرة تقف في طريقهن، وموانع كثيرة تحول دون نجاحهن. يدركن أن الموهبة وحدها لا تكفي إذا لم تهيئ لها الظروف المناسبة لنموها وتغذيتها. الموهبة تحتاج دراسة، تحتاج شغل عليها، تحتاج تمرين مهما كانت نوع الموهبة، وتحتاج تشجيع. فممكن إذا كانت الظروف غير مناسبة ممكن هذا الشيء يسوي حافز، بس إذا نحكي على ظروف الفنان بحد ذاته، مو نحكي على ظروف بلد، بس ظروف البلد لا، أولا تقلل النشاطات الفنية جدا، تقلل النشاطات الثقافية، جاليريهات أقل، حتى الجاليريهات اللي عندنا مثل كولبيكيان ما مستغلة بشكل صحيح، لأن المنطقة اللي هي بيها منطقة سيئة. فكظروف بلد إيه ممكن تقلل من النتاج الفني. هذه هنا أكو عندنا قواعد أساسية وعندنا مسائل نسبية، يعني مو قياس ثابت. القواعد الأساسية النقطة الأولى أو الشق الأول اللي ذكرته حضرتك، إنه لازم تكون أكو صقل للموهبة، هذا بالتأكيد طبعاً، إما تجي عن طريق الدراسة، وإذا الناس اللي ما تتمكن تجي تدرس بالأكاديمية حتى تصقل موهبتها، فبالمتابعة وأيضاً بالممارسة أكثر، ممارسة موهبتها والاطلاع على تجارب أخرى والاطلاع على ما وصل للعالم كله سواء داخل البلد أو الخارج، راح تصير صقل للموهبة. أما بالنسبة للظروف فهنا مسألة نسبية، لأن أحياناً الظروف السيئة هي اللي تنتج فنان حقيقي أو تنتج موهبة استثنائية. يعني تعمل التشكيليات الشابات على الحفاظ على التراث التشكيلي النسوي العراقي، فهو في رأيهن تراث عريق، لأنه تشكل مع تشكل نواة هذه الفنون في الأكاديميات العراقية في خمسينيات القرن الفائت. أسماء مثل نزيهة سليم ومديحة عمر ووداد الأورفلي وغيرهن مثلن لشاباتنا منارا للنجاح والتفوق، لا سيما مع بروزهن في ريادة الحركة التشكيلية العراقية جنباً إلى جنب مع الفنانين الرواد، ولم تقتصر الريادة آنذاك على الرجال فقط. هي أكيد تطمح أنه تكون مثلهم، أكيد تطمح أنه توصل للي هم وصلوا له، تطمح أنه يكون اسمها مثلهم، اسم مميز، يعني مثل فناناتنا القديمات وداد الأورفلي، هواية فنانات برزوا عراقيات. أنا أشوف بالعكس هي ماكو تكافؤ، أنا كنت أتمنى إنه تكون الفنانة التشكيلية الأنثى حاضرة أكثر، بس أكون سعيدة لأنه هي مغايبة بشكل كامل، وأتمنى إنه هذا الشيء مو بس بجيل الرواد، حتى بجيلنا يكون أكو فنانات تشكيليات حاضرات بالساحة التشكيلية بشكل حقيقي وفعال، مو بس كأسماء فنانات تشكيليات، وإنما يحقق النجاح حقيقي، يحقق أعمال حقيقية. غير أن الرخاء الذي بدأ مع التشكيليات الأوائل لم يمتد على طول الخط، وتعرض التشكيل النسوي إلى قيود فرضت على المرأة بشكل عام، لم تعد الحرية كافية لقول المرأة ما تريد
وطمست الكثير من المواهب تحت ذرائع مختلفة. كان ذلك واضحاً في معاناة طويلة مع مجتمع الرافض لما تريده المرأة وترغب به. انتزعت التشكيليات وجودهن من خلال المعارض والمشاركات الداخلية والخارجية المتعددة، وأثبتن في كل المحافل تفوقهن. أكيد راح أضيف الكثير، طبعاً راح أضيف تجربتها، راح أضيف موهبتها، لأنه الاحتكاك الدائم مع فنانين آخرين سواء من الداخل أو سواء من الخارج، بالأخص يعني اطلاع الفنانات على تجارب أخرى من العالم، راح نشوف هم وين وصلوا، فهذا الشيء راح يأثر ويضيف لنا الكثير على فنه، يعني راح يثقف فنه، يثقف ريشتنا. أكيد راح نطلع على تجارب أخرى، وإقامة المعارض الكثيرة راح يعني راح يصير بها لقاءات الفنانين، لقاءات الإعلاميين، لقاءات كثيرة للنقاد، وهذه كلها تأثر وتصب تأثيراتها تصب باللوحة أو بالمنتج الفني للتشكيلي. أضيف لها التجربة، يعني هي تجربة جديدة إذا تشارك برا بالخارج، وإذا تشارك هنا فهي أضيف لها التجربة، أضيف لها الثقة بالنفس، تبدي تتقرب من الشيء اللي كانت تحلم به. هو كل فنان يحلم إنه هو يشارك، يعني يحلم إنه هو يبقى متواصل بالفن. في أكاديمية الفنون في محافظة البصرة تقاوم عدد من التشكيليات الشابات الظروف ويتحدين عوائق نجاحهن. يعتقدن أنهن قادرات على اللحاق بركب التشكيل والتفوق فيه كذلك. كلية الفنون واجهت يعني هواي صعوبات حتى قدرت إني أوصل للكلية. أولها إني ما كان عندي أي فرصة إني أرسم من خلال الإعدادية، لأن ضغط الدراسة ووزاري سادس، فنهائياً ما قدرت أرسم. فمن قدمت كلية الفنون هو يعني رفضوا إني دخولي للكلية، يعني رغم إني أنا أمتلك موهبة وأحب أطورها، فيعني طلبوا من عندي انه ادخل مجال ثاني حتى يعني اطور موهبتي كتكون كموهبه وليست مهنه. بدايتي مع الرسم كانت هي موهبه صغيره يعني عندي، وحبيت اطورها. دخلت اعداديه البصره المهنيه فرع جديد اللي هو الفنون التطبيقيه، دخلت به، وبعدين من تخرجت اجيت الكليه اكاديميه الفنون. أنا عندي حب للرسم، وذلك عن طريق الحب للرسم فدورت نفسي بالعطلة عند دراسة ما بين السادس وبين هذا، فدخلت لكلية الفنون مو إنما موهبة عندي وإنما حباً، لذلك عن طريق كل الشباب والشابات اللي عندهم حب للرسم لا عندهم موهبة يقدرون يطورون نفسهم عن طريق الدخول الكلية. يعني أي شخص ما عنده موهبة فعن طريق الكلية مرحلة أولى ثانية ثالثة راح يتطور وعنده يصير موهبة أكثر من قبل، فراح يقدر يطور نفسه ويصير فنان عن طريق الأساتذة في الكلية. يعني الأساتذة لهم دور كبير في انخلال تطور النفسي بالفنون، يعني عن طريق الحيز الطوني وعن طريق الدافع الكبير قدموا لي الفنانين. بداياتي يعني أنا تلقائياً رسمت بورتري ستيل لايف، يعني هيك بشكل عادي رسمت، بديت اكتشفت موهبتي خلال فترة المتوسطة، يعني خلال الابتدائية ما يعني طفل يعني ما كان عندي ذيك الفطنة إني يعني أنا أرسم أو هكذا. فخلال الإعدادية طورت موهبتي بس ما قدرت أشترك معارض هواي، هسه خلال الكلية شاركت الحمد لله بمهرجان اثنين وحصل الشهادات تقديرية، وهسه إن شاء الله بالكلية هم اشتركت معرض، وهسه جاي المعارض إن شاء الله ما مشترك. شارك معارض بالبصرة هواي أكثر من معرض، وأكثر من بنيات شارك، وماكو أي قيود يعني بالمعرض، وتقام أيضا يعني المشاركة بهواي من اللوحات هواي رسمات وأكثر من موضوع وماكو أي قيد. لهم دور كبير الأساتذة الجيل القادم يعني والسابق،
يعني في الفنانين لهم يعني اكيد كل فنان من كل الطلاب يعني يتاثرون بشخصيه من الفنانين القدامى. يعني اي شخص عن ما يتاثر بشخص راح يصير مثله ويتاخذ من عنده معلومات ذلك راح يتاثر به. من وجهه نظري ما تقريبا الكل تقول ماكو قيود، بالنسبه لي لا اكو قيود هواي. ان اول شيء اني ما قدرت اظهر على الكاميرا بشكل كامل يعني ككلام ناس او هكذا، بس انا يعني حبيت ان انا اطلع على الكاميرا. يعني انا اذا اريد انشهر تكون عندي موهبه الناس تعرفني، فلازم اني اطلع على الكاميرا ولازم اسوي لقاءات. بس خلال المجتمع تقييد المجتمع يعني كلش يضغط البنت بخصوص هذا المجال، فراح تكون للشاب اكثر تطلعات. الشاب يقدر يطور موهبته، يقدر يطلع يشترك معارض. البنت كلش مقيده بهذا الخصوص. هواي منعت اني انا اشارك بالبصره بسبب اني انا بنت ما اقدر اشارك. فاصل قصير ونواصل الحديث مع تشكيلياتنا الشابات، حديثا مليئا بالالوان والجمال. تحاول التشكيليات الشابات ترك بصمتهن ويسعين إلى إثبات أساليبهن والمشاركة في المعارض التشكيلية المقامة في أرجاء البلاد لعرض أعمالهن، رغم أن هناك أسباباً كثيرة تمنع إقامة العديد من المعارض الفنية والجاليري آرتس. أنا أذكر كان عمري 4 سنين ورسمت مثل كل الأطفال، وبابا علق لي لوحة. أنا أصلاً عائلتي كلهم أدباء وفنانين فشجعوا هذا الشيء، واستمر يعني من أنا طفلة لحد ما كملت مدرسة وأصريت أنه أفوت كلية الفنون. وهنا كانت تجربتي الحقيقية كفنانة بعيداً عن الطموحات والأحلام كطفلة أو كمراهقة. بلشت أشارك بمعارض، شاركت معارض بالكلية، شاركت ويا معهد جوتا مثلاً ويا جمعية التشكيليين ومعارض ثانية ما تحضرني حالياً. وأطمح أنه أشارك بمعارض عالمية أو مشاركات أكبر. أنا لازلت طالبة، أنا هنا لازلت طالبة مرحلة رابعة تشكيلي رسم. بديتها بالمعهد، معهد الفنون. كان حلمي أنه أدخل معهد الفنون ودخلت له، وكانت تجربة كلش حلوة. وبعدها شفت الخطوة الجاية انه اني ادخل للأكاديمية، وحاولت وصارت دخلت. فتجربتي كلش حلوة، مثل ما قلت لك اني لازلت طالبة. اني عشت مرحلتين. المرحلة الاولى اللي عشتها اني شاركت يعني بمعارض تشكيلية مشتركة داخل العراق وخارج العراق، لكن صارت عندي انتقالة من اللوحات التشكيلية بالفن التعبيري الى الالستريشن. انا حاليا تخصصت بمجال الالستريشن وعندي اصدارات ومطبوعات كثيره، وان شاء الله دا اطمح اسوي معرض شخصي او مشترك مع فنان اخر عن لوحات للاطفال تخص بس الالستريشن، ودا اريد انفذها زيت ايضا. فهذه التحوله انا كانت بحياتي يعني تحوله كلش مهمه، لأنه من العمل التشكيلي بروحية مختلفة إلى الإلستريشن يعني. وشاركت أيضاً شاركت كتبي بمعارض على مستوى الشارقة، وصارت عندي مطبوعات بعمان، وحالياً عندي مطبوعات أيضاً كثيرة عن دار ثقافة الأطفال، ولازلت متخصصة بهذا المجال. الموضوع الأساسي اللي تقدمه مو بس التشكيليات، الفنانات العربيات بشكل عام مو بس العراقيات، اللي هو المرأة الشرقية بالمجتمع الشرقي، يتكلمون عن معاناتها، عن قصصهم، ممكن قصصهم الشخصية. أعتقد الفنانات العراقيات الرسامات بشكل خاص يحبون يشتغلون التراث البغداديات. أنا اللي أشوفه أكثر شيء يشتغلون به هو البغداديات، يمكن لأن أنا بالنسبة إلي بعيدة تماماً عن هذا المجال، بس أعتقد الفنانات الباقيات يشتغلون بهذا المجال لأن هو بيروح أنثوية أكثر. حتى المواضيع البغدادية دائماً تحكي عن يعني تتكلم عن الأنثى البغدادية، عن المرأة اللي تلبس دشداشة whatever.
شوف أنا من تخرجت من المعهد قمت أشتغل يعني فد أسلوب خاص بي اللي هو تعبيري وتكعيبي، زين هم يعني دمجتهم سوية. ف يعني هسه حاليا توقفت لأنه حاليا عندي مشاريع تخرج، فالمشاريع ما التخرج مالتي التجأت إلى الواقع الأكاديمي لأنه أنا حاليا دا أدرس أكاديمي، ففضلت الأكاديمي على الأسلوب اللي أنا دا اللي أنا كنت أرسم به. هنا احنا ما نقدر نحدد الموضوعات اللي تتناولها التشكيليات بالمعارض او باعمالهن الحاليه عفوا، لانه المؤثرات اللي دا تسقط على اعمالهن مختلفه، منها اكو فنانات تنقل الواقع اللي دا تعيشه، منها تنقل البيئه، فنانات كثيره تهوى انه تنقل التراث او متاثره بالفولكلور العراقي، منها اللي متاثره بالوضع تنقل معاناه معينه، منها اللي متأثرة بتجربة شخصية معينة تنقلها، فهنا المواضيع مختلفة يعني تتبع حس الفنان نفسه واللي دا يعيشه من ظروف. هناك ميل واضح لتجسيد الموروث الثقافي في اللوحة التشكيلية، لا سيما لدى الجيل الشاب من التشكيليين. بالمقابل تشكو سوق الفنون من غياب واضح للمتلقي الذي يتفاعل مع اللوحة ويفهم مغزاها. الشابات العراقيات مثل ما قلت لك قبل شوية إن هم أكثر شيء يرسمون التراث. ليش؟ لأنه هو هذا اللي داير مدايرنا، يعني الفنان دائما يرسم الأجواء اللي داير مدايره، فهم هذا اللي دا يشوفوا تراثنا، وهو فتشي كلش حلو. أكو سببين رئيسيات، السبب الأول اللي هو السبب التجاري، لأن الموروثات البغداديات كلش إلها مقتنيها، وحتى بالجاليريهات العالمية يحبون يشوفون هاي الأعمال، لأن هم يتخيلون إنه هاي الأعمال البغدادية هي بيئتنا الحقيقية ولو هي تبتعد أحياناً. السبب الثاني اللي تأثرنا بجيل الرواد، جيل الرواد حول حركة الفن الحديث الأوروبية إلى حركة عراقية بطريقة بغدادية، فإحنا يمكن هذول الوحيدين اللي نقدر نتأثر بيهم وكانوا يشتغلون بغداديات. بصراحة البعض يعتبرها مشكلة والبعض يميل لها أو يهواها. اللي يعتبرها مشكلة لها سبب، سبب القطيعة اللي صارت بين المتلقي والفنان، ماكو تواصل فكري، ماكو مثلا ندوات أو مهرجانات تدعو المواطنين العاديين من عامة الشعب إنه يجون يحضرون معارض أو يحضرون مؤتمرات تثقيفية وتوعوية تخص الفن التشكيلي. لذلك صارت أكو قطيعة، ماكو وعي باتجاه الفن التشكيلي، ماكو متابعة لهذا الموضوع. وبصراحة بعض أو أغلب معظم الشعب يعني من العامة معذور، لأنه يقول بسبب الظروف اللي إحنا دنعيشها، يقول يعني أنا أفضل إلي أنه أنا موظف أروح أدور خبزة عيشتي أفضل مما أجي أضيع وقت وأخذ إجازة حتى أشوف معرض تشكيلي هو ما راح يقدم لي شيء أو ما راح يضيف الجيبي فد شيء. طبعا هذه النظرة يعني هي سلبية جدا وتأثر على التقدم الثقافي إنا يعني إحنا كبلد أمام البلدان الأخرى. شوف أنا بالنسبة لي دائما أطمح إنه من أرسم لوحة يكون المتلقي يباوع عليها يقول هاي شنو، يعني يبقى صافن بيها، يبقى يفكر شنو تعني، فهذه أنا أطمح لها صراحة. أما عن فهمه للمتلقي للوحة فهي تعتمد على ثقافته على بيئته، واللوحة يعني اللوحة المباشرة المفهومة يعني أنا بالنسبة لي ما أشوفها مثيرة للاهتمام بقد اللوحة اللي ما مفهومة اللي تكون غير مباشرة اللي المتلقي يبوع عليها ويقول هاي شنو فتثيرة. الحركة الفنية بالعراق حركة ضحلة، اللي هي المتلقي غالباً ما عنده وعي، المتلقي العادي مو من النخبة ما عنده الوعي الثقافي اللي خوله إنه يحلل هاي الأعمال أو إنه يطلع عليها. أنا دا أحكي عن المتلقي اللي ممكن من يشوف لوحة تجريدية يقول عليها شخابيط، بس بنفس الوقت المتلقي اللي مستوى أعلى شوية فهو بالعكس شيء لطيف إنه يكون أكو أكثر من تفسير للوحة، مع العلم انه المفروض هي اوكي تعبر عن موضوع عن ثيمة معينة وحدة، بس المتلقي يفسرها باكثر من طريقة. انا كرسامة من يكون اكو اكثر من وجهة نظر العملي
بس بالثيمة اللي أنا بالفعل قصدتها، مو بثيمات مختلفة بس خلينا نقول التفاصيل تختلف، أنا أفرح لأن معناها لوحتي أثارت تساؤلات. يعتقد الجيل الحالي من التشكيليين أنهم لم يحصلوا على فرصة الاطلاع على التجارب العالمية والدراسة في معاهد الفنون المرموقة، وإن حصلت هذه البعثات فهي في الغالب للأصدقاء والمعارف وليس للموهوبين منهم، بالإضافة إلى قدم مناهج أكاديمية الفنون الجميلة. رغم السفر بالوقت الحالي هو موجود مو ممنوع، لكن محصور بناس معينين، يعني لهم محسوبيات معينة، محصور بناس مو ذو اختصاصات يحتاجون فعلاً أنه يطلعون برا حتى يصقلون موهبتهم، حتى يحتكون بتجارب أخرى، حتى يرجعون لبلدهم ينقلون الثقافة اللي سافروا هناك ودرسوها وطلعوا عليها، يرجعون لبلدهم ينقلوها هنا ويمارسوها وينشروها لأكبر عدد ممكن من الناس. لذلك انحصر، وإحنا نلاحظ يعني بصراحة يعني حتى وزارة الثقافة، وزارة التعليم العالي، يعني هذه الوزارات يعني تدز وفود من منتسبيها إلى دول أشبه بأن تكون يعني سفرتهم سياحية أكثر مما هي إيفاد ينقل تجربة معينة. شوف أنا راح أحكيك بكل صراحة بخصوص هذا الموضوع، حكون كلش صريحة إنه وضعنا معدوم حالياً، فماكو أي مساعدة للفنان إنه هو يدرس برا، حتى المساعدات حتى اللي يروح يدرس برا، يعني أنا عندي أصدقاء هناك كلها يكون الجهد شخصي، يكون الجهد من الدولة تدعمه أو هيك شيء، لأنه وضعنا كلش تعبان، وحتى الطالب عندنا هنا حاليا يفتقر لهواية أشياء ومتأذي، فكله جهد شخصي، كله جهد شخصي، ماكو أي مساعدة. أولا هي فرص السفر موجودة، إذا نحكي على مستوى الدولة العراقية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسفر سنويا هواية طلاب، بس بصفة خلينا نقول يسفرون أصدقائهم أقاربهم الناس اللي ما تستحق بالفعل، فهذول الناس يروحون يدرسون ويرجعون ما حققوا أي إنجاز، ليش إحنا ما نسمع بهم؟ وزارة الثقافة كذلك سنويا عشرات الرحلات تصير اللي هي المفروض رحلات ثقافية، بس هي تقتصر على أنه تكون رحلة سياحية فقط للشخص، فما راح ما يقدم أي إنجاز للفن العراقي، لهيك ما نسمع عنه وما نعتبره انه صارت اكو سفره مهمه بالفعل، اكو فد رحله ثقافيه، لان الناس اللي دا تروح ما تستحق، والاداره اللي من الوزاره أو من وزاره التعليم العالي او من وزاره الثقافه مو حقيقيه، ما ينتقون الناس اللي بالفعل تستاهل هاي السفرات. اكيد لا، ما تواكب المناهج الحديثة، يعني إحنا مطلعين من خلال النت، من خلال التواصل ويا عندنا زملاء وأصدقاء يعني عايشين برا يرفضون دائما، حقيقة مو شيء ملموس يعني، وإنما بالحوار وياهم يعني نشوف طبيعة هناك دراستهم، طبيعة نتاجاتهم، فأكو فروقات كلش كبيرة يعني بين المناهج اللي هناك والمناهج اللي بالأكاديمية. بكل صراحة لا ما تواكب، لأنه يعني العالم متطور أكثر بشكل مو طبيعي، وإحنا بعدنا ملتزمين بهواية شغلات، بس هذا مو يعني إنه إحنا مو لا شيء، لا بالعكس، يعني العراق له اسم كلش كبير. في ظل الانفتاح والاطلاع على التجارب الحديثة من خلال الإنترنت، تأمل الشابات أن تصل تجاربهن إلى مستويات أبعد، أمل يرافقه عمل متواصل من قبلهن. نأمل مراسلتنا على البريد الإلكتروني شباب@الحرة.com عبر حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. لقاؤنا معكم يتجدد، حتى ذلك الحين دمتم في أمان الله.